رحم الله شيخنا الجليل وشيخ العالم الإسلامي العلم والقطب القرآني الكبير سيدنا الشيخ محمد حصان رحمة واسعة، الفاتح لروحه في مسقط رأسه بلدته الطيبة التي صدرت تلاواته للعالم الإسلامي بأكمله. الفاتح من بيت آل فايد الكرام بدعوة طيبة تلقيناها، قدمنا لحضراتكم كي نسعد بصحبتكم في هذه الليلة المباركة التي اتقدم فيها بجزيل الشكر والتقدير للمهندس محمود عثمان ابن هذا البلد الطيب، اهله هندسة الفراشات والإنارة والأعمال الضيافية المتميزة، وكذلك حلقات كاميرات التصوير التي تنقلها عبر شبكات التواصل الاجتماعي لتوثيق هذه الليلة وهذا العرس القرآني الكبير. أشكر إليه، أشكر إلى رفاقه الكرام مهندس محمود عثمان متعقد الحفلات الكبرى بالفرستك، اسأل الله له دوام التوفيق. شاكرا للهندسة الاذاعية المتميزة مهندس حمادة النكلاوي، ورحم الله علمنا الجليل سيدنا الشيخ رفيق النكلاوي رحمة واسعة واسكنه الفردوس الاعلى من الجنة. قناة المهندس احمد الجعبري العالمي المتنقلة عبر جمهورية مصر العربية مع كبار القراء، والدنا الحبيب الحج احمد عبد الحافظ الذي وجه الينا الدعوة من قبل آل فايد الاكرمين، دعوة طيبة لليلة عرس مبارك لكريمة آل فايد الأكرمين، كريمة الحج محمد جابر فايد. نسأل الله أن يبارك لها ويبارك في زوجها بإذن الله، وأن يجعل بيتهم عامرا بذكر الله، وأن يرزقهما ذرية صالحة مؤمنة تقية، وأن يجعلهم اي العروس وزوجها بارين بوالديهم انه ولي ذلك والقادر عليه. نشارك ايضا اشقاء الحج محمد جابر فايد فضيلة الشيخ محمود جابر فايد، ونقول له عقبال الكابتن عبد الله بالقوات المسلحة المصرية والعرس قريب باذن الله. كابتن عبد الله محمود جابر فايد بوزارة الدفاع المصرية العريس المنتظر، وبإذن الله يحيي ليلة عرسه سيدنا الدكتور عبد الفتاح الطاروت. كذلك الأستاذ شريف جابر فايد والحج هشام جابر فايد، نسأل الله أن يبارك في أبنائهم جميعا، كذلك شقيقهم الحبيب المحبوب الحج خالد محبوب، حج خالد محجوب سرحان، اسأل الله ان يديم عليهم السعادة والبركة والرزق الوفير ببركة القرآن الكريم. الفاتحة مرة اخرى، ان يتم الله هذا العرس على خير، وأن يبارك لكل السادة الحضور ولكل من يسمعنا عبر شبكات التواصل الاجتماعي. الفاتحة. صلاة وسلاما على الحبيب المصطفى إمام العلوم وبحر الوفاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، خير والد وخير مولود وخير زوج لزوجاته، الذي ترك لنا دستورا عظيما في هذه الأمة قائلا:
يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وصلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله القائل: إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، والقائل: أقلهن مهرا أكثرهن بركة، والقائل: هن مصابيح البيوت فلا تخبروهن بذلك، وأوصى بالنساء خيرا. صلاة وسلاما على من خلق الله رأسه من البركة وعيناه من الحياء، أذنيه من الغيرة، شفتيه من التسبيح، لسانه من الذكر، أسنانه من اللؤلؤ، ريقه من عسل الجنة، شعره من نباتها، عرقه من مسكها، عظمه من كافورها، عضديه من القوة، كفيه من الصدقة، صدره من الشفقة، قلبه من الرحمة. ثم قال للعالمين: هذه هديتي إليكم، فصلوا عليه وسلموا تسليما. يا رب صل على حضرة النبي حتى لا يبقى من الصلاة شيء. يا رب بارك على حضرة النبي حتى لا يبقى من البركة شيء. وارض اللهم عن صحابته الأخيار وآل بيته الطيبين الطاهرين الأطهار، وارحم والدينا وعلمائنا ومشايخنا وأصحاب الحقوق علينا يا أرحم الراحمين يا الله. صلاة وسلاما على نور الورى وصاحب مقام قاب قوسين أو أدنى، من صلى عليه سيغنم، لكن من لم يصل عليه سيندم. هو الحبيب الذي تطفأ عنا بشفاعته حر جهنم، هو النبي الذي قدمه في الصخرة علم، لأنه ألف الألفة، باء البهاء، تاء التحلي، ثاء الثبات، جيم الجمال، لأنه حاء الحلم، خاء الخير، دال الدلال، دال ذكر المتعال، هو راء الرحمة الكبرى، زاي زين الوجود، سين السعود، شين الشهود، هو صاد الصفاء، ضاد الضياء، طاء الطلال، ضاء الظلال، لأنه عين العناية، غين الغاية، فاء الفتوة، قاف القوة، كاف الكمال، لام اللطف، من المتعال، هو ميم الملك، نون النوال، واو الوفاء، هاء الهنا، لام ألف توحيد لا إله إلا الله. الله الله الذي خلق فسوى، الذي قدر فهدى، الذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، خلق السماوات فهي سبع سماوات كما تعلمونها، فكادت المخلوقات أن تكون على سبع كما خلقها ربها. السماوات سبع سماوات، الأراضين سبعة أراضين، أيام الأسبوع سبعة أيام، ومراحل خلق الإنسان من سبعة أشياء، ورزقه من سبعة أشياء، سجود المصلي لربه على سبعة أعضاء، الطواف حول بيت الله الحرام سبعة أشواط، السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط، ورمي الجمار سبعة جمرات، سجن يوسف عليه السلام سبع سنوات، قال الملك في رؤياه: إني أرى سبع بقرات وكذلك سبع سنبلات. كرامة الحق للمصطفى صلى الله عليه وسلم
سبعا من المثاني والقرآن العظيم. تأملت في السماوات من بغير عمد قد رفعها، قلت سبحان الفتاح. نظرت في الارض من الذي مدها وبسط الرزق فيها لعبادك، قلت سبحان الفتاح. سألت عن قارئنا الان فعلمت ان له من الاسماء عبد الفتاح. يا مصر قومي واسمعي القرآن، ليالي آل فايد دائما بالفرستك تزلزل الوجدان. يا مصر قومي واسمعي القرآن، ليلة الحلة لكريمة الحج محمد جابر فايد تزلزل الوجدان. وكأن جبريل من فوق السماوات العلا ينادي، هيا بسماع القرآن جددوا الإيمان. أدعو ملك الفجر طاروطي مصر الأول فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح علي الطاروطي، فخامة الاسم تكفيه عن الألقاب، علم الأعلام، القارئ والخطيب البارع، فليتفضل فضيلته مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج القي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك
تخرجون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا فسبحان الله فسبحان الله وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون
يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها. ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك
إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إن في ذلك لآيات للعالمين. Come on.
إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياتي يريكم البرق خوفا وطمعا ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا.
ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا
عليكم الموت خوفا وطمعا. Ooh.
وهو أهون علي وهو أهون علي وهو غاسق إذا وقب
صدق الله العظيم.